هدي أنا عارفها مرقعة، بس هنا أوضح وأكبر كمان. عندي فكرة. أنا بخاف من أفكارك يا يحيى، دايما بتنتهي بمعركة أو خطف. بس ما علينا، قول قول قول. نشوف لك لبس على قدك تجربه وتشوف شكله عليك. وأقلع ملابسي دي؟ مش أنا قلت لك أفكارك مخيفة؟ أنت هتخسر إيه؟ هنجرب. مستحيل مستحيل أنا أعمل كده. شكلي مختلف، بس لا 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 لا، لكن وإيه المشكلة؟ هو يعني مين هنا هيشوفني ويقول للشعب كلمة؟ أنا لما أرجع تاني هقول لهم. يبقى رجع لي ملابسي فوراً يا يحيى. خلاص خلاص بهزر معاك، مش هقول لهم حاجة. سرك في بير. سري في بير؟ بيعمل إيه سري؟ يو يا سينو، دي كلمة عادية معناها إن سرك في مكان عميق وأمان محدش هيوصله. زي أفوارة صح؟ أوه أفوارة؟ حفظتها خلاص؟ أنا فضلت 3 ليالي أقول الكلمة دي وافتكر معناها عشان أدخلها في قاموسي. بطل أفوارة، بطل أفوارة. برافو ياسين، بقيت شطور. بطل أفوارة. خلاص ياسين، مش وقته. أما الوقت إيه؟ هنعمل إيه؟ أنا دلوقتي بقى اللي هقولك. غمض عينيك.